تحية طيبة مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. ونستهل بالعناوين: نسق حثيث في الأشغال لإصلاح عطب قناة المياه المزودة لولايتي صفاقس والمهدية، وعودة تدريجية لتوزيع المياه بداية من اليوم. الشاهد يعلن خلال زيارته لصفاقس عن مواصلة تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع السياب، ويطلع على عراقيل تقدم إنجاز مشروع تهيئة شاطئ الكازينو. حملة نظافة في عدد من الشواطئ بمشاركة المجتمع المدني ووكالة حماية الشريط الساحلي وتهيئته، والحماية المدنية تكثف جهودها لتأمين الموسم الصيفي. أهلا بكم من جديد. شرع عدد مهم من المتقاعدين أمس الأربعاء في تنفيذ اعتصام وطني مفتوح أمام وزارة الشؤون الاجتماعية للتعبير عن احتجاجهم على عدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب وتأكيد تمسكهم بحقوقهم. الترفيع في الأجر الأدنى المضمون والقسط الثالث من الزيادة الخصوصية وتمكينهم من مستحقاتهم المتعلقة أساساً بالزيادة العامة للوظيفة العمومية ومستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة منذ سنة 16 و2000 هي جملة المطالب التي قرر من أجلها المتقاعدون الخروج في اعتصام وطني مفتوح. الزيادة بتاع الوظيفة العمومية أعطوهم النصف برك وقالوا لهم كملوا لكم في 2018، نساوهم وما عطوهمش. عندنا القسط الثالث من الزيادة الخصوصية في اتفاق صار ما بين على 3 سنوات 16 17 18 تاع 18 ما خديناهاش. لم يرفعوا في الأجر الأدنى المضمون منذ سنتين. كذلك عندنا عديد المستحقات القطاعية في اتفاقيات ما بين النقابات وما بين الإدارات تاع الشركات هذه، ثم زيادات الدات دوبوي 2014 ما زلنا ما خديناهاش. وفي ردها على مطالب المتقاعدين أكدت عتيكة شريف بن موسى مديرة الاتصال بصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التزام الصندوق بتعديل الجرايات لمنخرطيه من المتقاعدين دون استثناء. وين تتوفر الاعتمادات بالنسبة للصندوق رحنا نصرفوا الزيادات، وهذا صاير. مش معتيناش بالكل الزيادات، فما مؤسسات وفما بعض قطاعات أخذوا الزيادات متاعهم، وإن شاء الله اللي باقين مش يجيوا وياخذوا فلوسهم، خاطر احنا نمروا بوضعية صعيبة شوية. المساعي من عند الصندوق الوطني للتقاعد تحت سلطة الإشراف اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية بمعية إن شاء الله وزارة المالية، باش إن شاء الله نعطيو الزيادات للمتقاعدين ولو على مراحل. وقد أكد المتقاعدون أن انطلاق اعتصامهم الوطني المفتوح تزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية في مختلف الولايات للتعبير عن احتجاجهم على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم وتمسكهم بحقوقهم. أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلين مباركي انطلاق المفاوضة الاجتماعية بالنسبة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، كما أكد انعقاد أولى جلسة التفاوض حول الزيادة في أجور اليوم الخميس. وأشار بوعلين مباركي في تصريح صحفي على هامش مشاركته في حفل إطلاق التقرير السادس لمنظمة العمل العربية، أشار إلى وجود تقدم في ملف التفاوض في زيادات الأجور في القطاع الخاص، معربا عن أمله في إبرام الاتفاق قريبا بين كل من المنظمة الشغيلة والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. طرأ عطب بقناة لجلب المياه تسبب في قطع الماء الصالح للشرب عن ولايتي المهدية وصفاقس، وتم إصلاح هذا العطب. عطب طارئ تسبب في انفجار قناة جلب المياه المزودة لمحاور ولاية المهدية وولاية صفاقس، وذلك على مستوى الطريق السريع القلعة الصغرى. وأعوان الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه يباشرون عملية الإصلاح بنسق حثيث. القنوات الرئيسية هذه من الحجم الكبير، أكبر قطر عندنا في سوناد هو 1600 ملم. القنوات هذه اللي تزود بالأساس محاور المهدية وكامل ولاية صفاقس تقريبا تعدي 2.4 متر كوب في الثانية القنوات هذه، بس تعرفوا القيمة نتاع المياه الدفق في القنوات هذه. وإن شاء الله غدا مساء المناطق هذه يقع تزويدها تدريجيا، خاطر كما تعرفوا الخزان نتاعنا الأغلبية نتاع الخزانات فارغة توا، دونك يلزم القناة هذه تعبي الخزانات نتاعنا ومن بعد يوصل هذاك، علاش نقولوا الماء يوصل تدريجيا للمناطق هذه. من اللي بدينا الأشغال أمس
تقريبا مع الساعة الواحدة الأشغال متواصلة 24 على 24 ساعة الحمد لله بكفاءات تونسية، وإن شاء الله نكونوا كما قلنا في الموعد نتاعنا. فما تدفق مياه غزير صار على مستوى دونك طريق السيارة منطقة واد الخروب معتمدية القلعة الصغرى، تم تسهيل حركة المرور من طرف الحرس الوطني، وتم تنقل السلطات الجهوية والمحلية إلى أعلى المكان في الإبان. يذكر أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قد أصدرت في بيان لها أن استئناف التزويد بالمياه سيكون تدريجيا بداية من الساعة 6 مساء من يوم غد الخميس. خلال زيارته إلى صفاقس أعلن رئيس الحكومة يوسف الشهد أنه سيعرض رزنامة تفصيلية لعملية تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع أسياب. عقب افتتاحه الدورة 52 لمعرض صفاقس الدولي، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد التزام الحكومة بتنفيذ كل المشاريع التي تعهدت بها بما فيها مشروع تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع السياب. تم تفكيك المدخنتين جزئيا خلال انطلقت في جويلية 2017 وبعض الإنجازات الأخرى لتفكيك بعض المنشآت الأخرى. شو يبقى؟ يبقى تفكيك وحدات الحامض الكبريئي والحامض الفوسفوري، والتي تم إعلان طلب العروض وإسناد صفقة دراسة تفكيكهم إلى مكتب دراسات مختص في شهر جوان منذ بضعة أيام فقط. هذا صار، ولأنه ما ننساوش عملية التفكيك راهي عملية معقدة وعملية صعيبة، وثم دراسات للتفكيك، والبارح أو البارح خرج هذا طلب العروض. أيضا خلال شهر جويلية المقبل سيتم البت تلقينا عروض متاع دراسات، وسيتم البت في هذه العروض لتهيئة كوم الفوسفوجيبس. كما أعلن رئيس الحكومة عن إضافة مكونات ترفيهية لمشروع المدينة الرياضية بصفاقس، والرفع من قيمة الاعتمادات المرصودة له من 200 مليون دينار إلى 350 مليون دينار. هذا وتابع رئيس الحكومة تقدم إنجاز مشروع تهيئة شاطئ الكازينو، واطلع على مستوى التلوث الذي تعاني منه المنطقة بسبب نقل وتفريغ شحنات الكبريت بالميناء، وفق ما أفاد به نجيب غربال عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس. إن شاء الله الحكومة والوزارات المعنية تقوم بالدور الكامل لرفع هذه نعتبرها مظلمة لسكان مدينة صفاقس اللي هو يعانيوا من أقصى بالنسبة للوجود معناها اللي علاقتهم مع البحر، وكذلك كون احنا نحيو هذه كل معوقات هذه باش تعطي نشاط وديناميكية خاصة لميناء مدينة صفاقس ولصفاقس كاملة. كما تم خلال هذه الزيارة أيضا الإعلان عن تركيز جهاز بيتسكان، وهو تقنية تصوير في الطب النووي، بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب الإذن لوزارة النقل بتوخي مزيد المرونة في منح تراخيص لرحلات غير منتظمة من وإلى مطار صفاقس الدولي، بما سيسمح بتعزيز الحركة الاقتصادية في الجهة. وفي موضوع آخر، تتكثف الاستعدادات لموسم الاصطياف في عدد من شواطئ البلاد التي تشهد حملات نظافة لتأمين موسم صيفي ناجح. رغم النقائص التي يشكو منها عدد من شواطئ البلاد، تتضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية لاستقبال موسم الصيف والعمل على إنجاحه من خلال تهيئة الشواطئ وتأمينها وتركيز بيوت صغيرة لاستقبال المصطفين. فقد شهدت عديد الشواطئ حملات نظافة شارك فيها المواطنون ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والأطراف المعنية. احنا نجتهدوا معناها كمصطفين، نجتهدوا وننظفوا. تنظيف ناقص بصراحة، معناها ناقص برشا حاجات، يعني نقول لك في نظافة البحر يعني الداخل في وسط الماء ناقص، في المحيط الكل يعني هنا نحضروا على بكر السنة. مبدئيا امورنا واضحه ان شاء الله، اشكاليتنا الوحيده هي في النظافه بصراحه. جينا بكري ودرنا بريريكات ونبغى النظافه ونبغى البراكه كيما نقولوا فيها شوي ضوء وشوي تقربيش منه ومنا. عمليا على مستوى النظافه تم اتفاقيه تعاقد مع وزاره الاشراف لتخصيص 90 يوم نظافه. مهم جدا ان لا مجال للكراء،
البحر ملك الشعب، ملك العموم، وهو لسبيل الكراء. واستعدادا لهذا الموسم الصيفي وتوازيا مع حملات النظافة متسارعة النسق، تكثف وحدات الحماية المدنية من جهتها جهودها للسهر على تأمين المصطافين وإنجاح موسم الاصطياف بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من خلال توفير عدد من السباحين المنقذين وأبراج مراقبة وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار. توفير السباحين المنقذين حوالي 30 سباح منقذ بالأزياء متاعهم بتكلفة 41 ألف دينار و500 في الموسم الصيفي، وكذلك على مستوى توفير أبراج المراقبة، كذلك حملات النظافة اللي بتنسيق مع مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتنظيف رمال الشاطئ، وعلى مستوى الأمني كذلك تركيز مركز أمن متقدم. عندي ملاحظة أحب نوجهها للمصطفين وخاصة للأولياء، مزيد الحرص على صغيرات. إنجاح الموسم الصيفي إذن يتطلب جهودا مشتركة سواء من المصطفين أو من كل الأطراف المعنية بتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية. تشرع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي في مناقشة مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات فصلا بداية من الأسبوع المقبل. سعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي إلى تدقيق مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات من خلال تكثيف الاستماعات، فهيئة الخبراء المحاسبين قدمت جملة من المقترحات والمتمثلة أساسا في تشبيك البيانات العمومية. البيانات العمومية، التحيين، النظر في الإدارات، النظر في السجلات، النظر في الوثائق اللي واجب تقديمها، وإذا كان هذا الكل يتم صراحة يكون حلم الأحلام اللي يتحقق لخلق قاعدة بيانات اقتصادية كاملة تصلح للإحصاء، تصلح للتخطيط، وتصلح لأي متعامل اقتصادي، وتختصر العديد من الأجال. كما استمعت اللجنة إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والذي شدد على دور المجلس الوطني للمؤسسات في تدعيم الشفافية. شي واحد الجهود خاطر اليوم موجود على مستوى وزارتين، فمتولي على مستوى خاطر كيما عندك كثير من الأطراف مش هذيك بيست براكتس كما يقولوا بالانجليزي في العالم الانجلو ساكسون. فبيست براكتس انه يكون هيكل واحد هو يشرف على الكل، وزاد لازم نمشيو تطوير، نمشيو نحن الرقمنه نتاعو، هذا هو معناتها اللي نحكيو عليه والاهداف تاع القانون هذا. هذا واشار وزير العلاقه مع الهيئات الدستوريه والمجتمع المدني وحقوق الانسان الى وجود اطار قانوني جديد سينظم الجمعيات. ثم تخوفات جاتنا من المجتمع المدني على اساس انه هالقانون هذايا باش يقع يحمل الجمعيات واجبات اخرى اضافه للواجبات اللي هي موجوده في المرسوم عدد 88 منظم لعمل الجمعيات، واللي هو تو فيه مشروع تنقيح. كانت فرصه باش نحكيو مع الساده النواب على الاطار القانوني الجديد نحضروا فيه الوزاره للجمعيات، اطار قانوني سيمكن من معناها دعم منسوب الحريه الموجود في مرسوم الجمعيات، وكذلك من ايجاد اطر قانونيه اخرى للمؤسسات لي فونداسيون، وكذلك من تمكين تونس انها تكون فضاء للمجتمع المدني مش فقط الاقليمي ولكن حتى الدولي، لانه تونس اليوم مناخ حريه لابد من استثماره. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي أنهت سلسلة استماعاتها وستنطلق خلال الأسبوع القادم في مناقشته فصلا. استمعت لجنة الصحة وشؤون الاجتماعية إلى ممثلين عن النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بخصوص مرضى الكلى وعملية غسل الكلى، إضافة إلى النقص الحاصل على مستوى المؤسسات التكوينية في هذا الاختصاص. معناها تعرف ان عندنا تقريبا في القطاع الخاص معناها تقريبا 12000 مريض يعاني من فشل كلوي ويلزم يتعملوا دياليز، وهذوما كلهم اغلبيتهم يمشيوا عن طريق الكنام للقطاع الخاص. الاطباء هذوما متعاقدين مع المساحات، والمساحات معناها بطبيعه الحال الجهه معناها الخلاص الجهه عن طريق الكنام، ولكن الاطباء ما عندهمش تعاقد معناها مع الكنام ديريكتومون، وحنا نحبوا نشجعوهم خاطر يهمنا برشا اللي يكون معناها فما اطباء في القطاع الخاص اللي هما يهتموا بموضوع الدياليز هذا، لان العدد كبير جدا، كفما نقص في الاطباء هذوما كانوا قبل يتكونوا عن طريق كليه الطب، لكن منذ فتره على حسب كلامهم معناها وقف التكوين هذا، واغلبيتهم يخرجوا في الخارج قاعدين يمشي يتكونوا في معناها في فرنسا في ستراسبور، وهذا مش معقول.
دوليا الآن وفي أحدث تطورات ملف الهجرة غير النظامية، رست السفينة الألمانية الإنسانية لايف لاين التابعة لمنظمة غير حكومية وعلى متنها 233 مهاجرا غير نظامي أمس الأربعاء في ميناء العاصمة المالطية بعد أسبوع من الانتظار في مياه البحر الأبيض المتوسط. وكان رئيس وزراء مالطا أشار إلى كون بلاده ستبدأ على الفور في إجراءات التثبت من أحقية هؤلاء المهاجرين في اللجوء ومن ثم توزيعهم على دول أعضاء في التكتل، إجراء جاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين مالطا وسبع دول أوروبية. القضية الفلسطينية بعد 50 عاما من الاحتلال و25 عاما على اتفاقات أوسلو، عنوان كبير لمؤتمر دولي ينتظم بالرباط. أشغل هذا المؤتمر الخامس حول القدس تنظمه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف بدعم من منظمة التعاون الإسلامية. وسط وضع دولي وإقليمي معقد أثر بشكل أو بآخر على مستقبل القضية الفلسطينية، ووسط تصاعد مخاوف الفلسطينيين على مصير مدينة القدس المحتلة منذ أن نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى المدينة، ينعقد في الرباط المؤتمر الدولي الخامس حول القدس تحت شعار قضية القدس بعد 50 عاما من الاحتلال وبعد 25 عاما على اتفاقية أوسلو. نحن نلتقي اليوم وفي ذاكرتنا وفي فهمنا جميعا أن هذا القرار الذي اتخذه ترامب هو انحياز كبير لإسرائيل عندما تبرع لها بمدينة القدس. مدينة القدس عاصمة كل العرب مسلمين ومسيحيين، هذه المدينة مدينة السلام صاحبة الحضور التاريخي. الآن بهذا القرار الذي اتخذه ترامب شعر نتنياهو وحكومته أن هناك ضوء أخضر ليزيد من ممارسات الاحتلالية. المملكة المغربية من خلال استضافتها لهذا المؤتمر تواصل السير على النهج الذي التزم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والمتمثل في تعبئة المجتمع الدولي من أجل نصرة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. مستقبل القدس وتقييم اتفاقات أوسلو هي إذن أبرز المواضيع التي وضعت على طاولة النقاش والتقييم في محاولة أيضا لاستشراف آفاق الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل مفاوضات متوقفة بين الجانبين. رسائل متعددة ومطالب ملحة أكد عليها المشاركون. على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وأن يحترم القرارات التي أصدرها وأن يعمل على تطبيق. الأسبوع الماضي كان قرار بطلب الحماية للشعب الفلسطيني، وقبلها كان قرارات أكدت على قبول دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة على أساس قرارات الشرعية الدولية. وسيخصص يوم غد اليوم الأخير من المؤتمر لشباب القدس الشرقية لعرض أوضاعهم على المجتمع الدولي. رغم توتر العلاقات الأمريكية الصينية بسبب التجارة وبحر الصين الجنوبي، بدأ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس في بكين محادثات مع نظيره الصيني بشأن المسائل الدفاعية. وتأتي هذه المحادثات بعد سحب الجيش الأمريكي دعوة للصين للانضمام إلى تدريب بحري متعدد الجنسيات، ما أثار انزعاج بكين. وانتقد ماتيس وهو أول وزير دفاع أمريكي يزور الصين منذ عام 2014، انتقد ما وصفه باستعراض الصين لعضلاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي. وفي أخبار الرياضة، يختتم اليوم الخميس المنتخب التونسي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا بمواجهة منتخب بنما في الجولة الثالثة والأخيرة في إطار مشاركته في مونديال روسيا. وكان المنتخب الوطني انهزم ضد منتخبي بلجيكا وإنجلترا في المباراتين الأوليين. آملا في إعادة إنجاز أحرزه جيل مونديال 78 الذي حقق الفوز التونسي الوحيد في تاريخ كأس العالم، تستعد العناصر الوطنية لملاقاة منتخب بنما في ثالث جولات المجموعة السابعة. فبعد الهزيمة أمام كل من إنجلترا وبلجيكا، يتطلع المنتخب الوطني إلى إنهاء مشواره في المونديال على أفضل وجه،
رغم النقائص التي تعانيها المجموعة بتتالي الإصابات التي ستحتم على نبيل معلول الاعتماد على أيمن المثلوثي فقط في حراسة المرمى دون حارس بديل. جونا طيب، جونا على العال 100%، ملاعبين الكل معناها اليوم، معناها ريونيون أخرى صباح بورفيزيوني مرة أخرى مرة أخيرة لادفيرسير متاعنا. شكرتهم على الروح متاعهم، على اللي قدموا الكل، اللي عملوا الكل، ما قصروش هذاك اللي عندهم، باش نحاولوا ندخلوا ديما جديدة في المنتخب، لاعبين اللي ما شاركوش في المباراة الأولى والثانية. صحيح أنه الإصابات جاتنا اثنين توا في حراسة المرمى اللي خلتنا معناها في حيرة في المباراة الأخيرة، باش يكون عندنا الأيمن فقط. بقيت لنا مباراة واحدة في المونديال، نسعى إلى الفوز بها لأنه أمر مهم جدا بالنسبة إلى التونسيين عموما، لذلك فتركيزنا منصب على هذا اللقاء لإنهاء المشاركة بنتيجة إيجابية. المنتخب البنمي لن يكون خصما سهلا للعناصر الوطنية، خاصة وأن المباراة تمثل فرصة للمنتخب الوافد الجديد على المونديال لتحقيق أول فوز في تاريخه بالحدث العالمي. بالنسبة إلينا أي نتيجة إيجابية تعتبر هامة، إن فزنا أو تحصلنا على النقاط الثلاث فطبعا هذا سيسعدنا وسيسعد بلدنا وسنسجله في التاريخ. بلدنا وسنسطره في التاريخ. حفظ ماء وجه كرة القدم التونسية يبقى هدفا رئيسيا خلال مباراة بنما التي سيديرها طاقم تحكيم عربي بقيادة البحريني نواف شكر الله. إذن حظا موفقا للمنتخب الوطني. والآن مشاهدينا الكرام مع تذكير بعناوين النشرة. نسق حثيث في الأشغال لإصلاح عضب قناة المياه المزودة لولاية إصفاقس والمهدية، وعودة تدريجية لتوزيع المياه بداية من اليوم. الشاهد يعلن خلال زيارته لإصفاقس عن مواصلة تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع سياب، ويطلع على عراقيل تقدم إنجاز مشروع تهيئة شاطئ الكازينو. حملات نظافة في عدد من الشواطئ بمشاركة المجتمع المدني ووكالة حماية الشريط الساحلي وتهيئته، والحماية المدنية تكثف جهودها لتأمين الموسم الصيفي. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابات التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.